بأي عمر برأيك غيدة لازم يسمحوا للشخص أو للشاب أو للبنت بشرب الكحول وليه؟ هلا انا ما بشرب كحول ابدا ابدا، وما بيعني لي ابدا كحول ابدا، بس انه يمكن بحس وقت المفروض بيعتبر، انا بعتبر يعني السن اللي المفروض يعتبروه للشخص راشد، يعني انا حتى بلاقي لازم يناسبوا سن الانتخاب ل 18 سنه، انا بحس بسن 18 سنه في يبلش يشرب كحول اذا هو بده، واذا بس انه مهم ما يتعلق فيها وما تكون، ما ياخذ كميات كبيره وما يعلق لحتى يصير يوصل لحد الادمان، هذا اهم شيء. قد ايه العمر لشرب الكحول بكندا؟ اسمحوا لي 18 18، بامريكا يمكن 20، مظبوط ريتا؟ 21 و فان 21 فاكت.21 بتصور، لا لحظه ما بدي اكون عم بعطي معلومات خاطئه، ايه ايه بتصور، لا بتصور بكندا يمكن 18 على فكره، لانه انا انا ما بشرب وابدا ما بتعاطى بقصه، حتى ما بسال اولادي يعني ما بعرف بقصه سو تقلك على على كندا فان فاكت، بموريال 18 ب تورونتو 19. اوكي ايه لانه انا يعني هيك عم اقدر انا كنت، بس حتى ما اعطي معلومه خاطئه. بأمريكا all over ب 21، so ممنوع تفوت على المحلات ببيعوا الكحول لل 21، which is why هيك حبيت نسأل سؤال، لأنه كل بلد عنده age معين. مثلا بنشوف بلبنان إنه معنا يمكن موجود ال age limit بس ما حدا بيعتبره، يعني بشوف أولاد عمره 13 سنة ماسك كبيرة، فمن هون إجا السؤال، يعني it's different. على فكرة ريتا ذكرتيني، ذكرتني ريتا، بس ما بيستعملوها للأسف، يعني بلبنان الشغلة اللي مش منيحة كمان إنه الأدوية أوقات المخدرة أو الأدوية اللي كتير أوقات مش لازم تنعطى هيك، للأسف تتاخد بالصيدليات من دون وصفة طبية، يعني هيدي مشكلة كمان بلبنان. صح، ذكرتني ريتا بال 21 سنة، كان بس كنت أنا بأمريكا بالناينتيز، كان أصعب شيء عندي بس أسأل حدا عن الاي دي اذا بده يشتري بيره، لانه كان يعملوا اشكال مشكل كبير يصير انه يفكروا انا لانه لونه مختلف، لانه كذا، لانه انا يعني. فبقى هالموضوع كتير حساس بالليكر ستورز بجاز ستيشنز كمان كمان